يمسح ذهبي للحباب نزاها كيف كنت نتمناها بالسرور والهنا وحنا في قلب قبة ملوكية في واد فاس. قال لي انا سيدي فصل الربيع جر دبولو فوق البطاح وقبل كهما في قبة خضراء مطرزة بكفوف القدرة تم فيها تغن منظرة وعز حضرة ونشوف الارض حين فاحش داها كن بنت لحبهاها لابسة ثوب من الجنة وتاجها ناس بداك الزين واللباس. قال يا سيدي هاد الزمان فيه النسيم السلوان فاح طيبو في كل جيه تعطر وصرة ونبه عقول بني عضرة تفوز بسوايع المصرة بغير فترة فوق زرابي من الزهار نزاها سرح البصار معاها وشي تسارح ما قيمتها موال غير الشكر مع سير الانفاس. نعم الله مساكم متتبعي ومولعي برنامج فن الغوشجية دائما على أمواج إذاعة برلمان راديو إذاعة الصراحة والمصداقية. أولا عيد مبارك سعيد لكل الأمة المغربية والأمة العربية والإسلامية والبشرية جمعاء، وكذلك كنعيشوا أجواء فصل الربيع وكنعيشوا العيد مع فصل الربيع كتجي شي حاجة رائعة سبحان الله العظيم. والحمد لله على أمطار الخير وعلى هاد اللي من هاد الغيث اللي من به الله علينا، الحمد لله الله يعطينا على قد النفع. اليوم حنا كنعيشوا هاد الافراح بغينا نصادفوا واحد المجموعه رائعه من الفنانات المغربيات المتالقات اللي محافظين على التراث واللي كيستعملوا واحد الالات. كنا صادفنا قبل حلقه مع لالا شهاد عازفه شهواد عازفه عاودي هادي كنا صادفنا لالا يسرى شهواد عازفة القانون بطبيعة الحال الأستاذة، واليوم معنا الفنانة ديالنا لالا هالة بن سعيد. أهلا وسهلا بك، فرصة طيبة هذه وعيد مبارك سعيد. وكذلك إحسان مستي ماشي ميسي مستي الله يخليك عازفة الإيقاع وتهي خرجت المعهد وهي من عازفة القلائل على الإيقاع، العيالات اللي تيديروا الإيقاع ولكن الإيقاع على قواعده. ياك لالا كلشي بخير في امان الله، كي داير تريو؟ عيدكم مبروك. سمحوا لنا ما درناش داكشي الطقوس ديال العيد وكذا وغريبه وكبغزال وداكشي، كاين راه كاين حنا غنديروها موسيقيا فنيا. يا سلام تا هذا نظر. كلشي بخير في امان الله. كنا هضرنا عليك المره الاخرى في الحلقه ديال لالا يسرى لان جبدنا واحد الطريف على الحضره الشاونية، ولكن دابا وقلتها لها قلت لها خليتها تجي لا لا عاد غنهضروا لان الحضره شي حاجه كبيره طبيعه الحال. كيفاش دخلنا في الحضره صباحا كيفاش دخلنا في الحضره بعدا بالنسبه لي انا كرئيسه شابه ديال المجموعه ديال الحضره الشاونية، هذا الفن هذا اللي كنعرفوا انه عنده رواد ديالو وعنده تاريخ ديالو عريق جدا اصيل في مدينه شفشاون، يعني خاصه وعموما هو معروف في الساحه الوطنيه وحتى الدوليه، ولكن في شفشاون عنده واحد المكانه خاصه في القلوب ديال الشفشاونيين. بما انني بنت المدينه فبالتالي يعني ما اختارت الا الفن ديال الحضره الشفشاونيه باش نتخصص فيه. الفكرة ديال التأسيس كانت طبعا بمصاحبة الأستاذة يسرى شهواد لأنها صديقة العمر، والعلاقة ديالي بيسرى ماشي فقط فنيا هي علاقة أسرية، والعلاقة يعني ماشي غير كتربطنا غير الفن، حاجات أخرى كيربطونا. بدأت بالفن لأن كنا كنديروا الموسيقى الأندلسية أنا ويسرى اكيد مع سي العوامي عيد مبارك سعيد الجميع اكيد. وبقات بدات زعما المعرفه ديالنا كتطور حتى لواحد النهار كنعرفها هي في المعهد وانا كنت في المعهد الشاون وهي في الرباط، ولكن العلاقه كانت قائمه بيناتنا وهذا. فبالتالي واحد النهار اقترحت عليها باش تجي عندي الدار، قلت لها يسرى هي كتعرفني كنت كنعمل الحضره الشفشاونيه وحافظه شي صنائع، قلت لها يسرى غادي نجربوا نعزفوا الحضره الشفشاونيه بالالات. هذه هي الفكره كانت هي جليسه بيناتنا. هي جليسه وحنا مولوعات طبعا فاش كتجي عندي يسرى
أنا بالكمانجة وهي بالقانون واللي معنا أصدقائنا كل واحد شنو شاف وكل شيء. قالك أنا خالتي نقيم محضرات هذيك تماما ما كنحتاجو شيء للمناسبة. حنا ديما أن المهرجان أنا طول حنا مهرجان حنا من الجيران بالعكس كيتمتعو هما كيتمتعو ولكن داك نصلي داك فهمتي كنبقاو من 8 وحنا هاد الموسيقى اللي تديرو ما فيهاش الضجيج كتحبب لا تماما كيرتاح نفسيا وكي كيخصو يخلصكم تماما. فبدات فزعما تما بدات التجربة ديالنا بدينا كنعزفو بعض الصنائع ديال الحضرة الشفشاونية واستحليناها في الأذن وتما قررت زعما انني نجمع ايكيب مزيانه ايكيب اللي تكون تقدر تفهم معنا موسيقيا واكاديميا تمشي معنا في الفكره وفي الوقت يكون عندنا عناصر شابه اللي هي فلاش ديالنا لا جينيراسيون ديالنا وكما كنعرفوا على ان اي فن الا ما كانش عنده الخلف ما يقدرش يكون استمراريه فيه غادي ينقرض. فبالتالي واخا حنا تتمدنا على اليد ديال الناس اللي قبل منا وهذا وكل شكر لهم اكيد كل شكر لهم وكل تقدير لهم واختارينا اننا نكملوا المسيره بطريقتنا بالرؤيه ديالنا الشبابيه وفي الوقت توزيع جديد حفاظ جديد على يعني بطريقتنا. واول حاجه هي انك دخلتي الالات هذه تحسب لانه ماشي ربما الان في هذا الوقت في واحد الزمان كان شيء كيبقى محصر كلاسيكي تماما هذاك الكلاسيكي غيبقى موجود ولكن الشباب دائما تيخصو اولا غير حيت شحال هذه ما كانش كاينه العنصر النسوي في الموسيقى حاضر حتى هذا اي هذا العامل كان تماما لانكو كان ولكن الشمال كانوا في دائما جقد النساء وداك الشيء اي ولكن كان زعما مقتصر على الفراش الشعبيه اي الليلالي وشقاره تماما اما زعما دابا صوفي حضره كان دائما الحضره ترتبط بالرجل وخصهم يكونوا حافظين الكلام والحضره كانت مربوطه بالرجل حلقه ذكر الحضره كانت معروفه ديال الرجال فبالتالي دابا زعما عندنا افونتاج ان كاين شباب بحالنا وشابات بحالنا يعني تيخدموا الموسيقى وكيبحثوا في الموسيقى وتيقراو تماما فعلاش اللي ما نطوروش احنا كشباب هذا الفن هذا وناخذوا ليكسبيريونس والمبادره انا كنشوفها ماشي علاش ما نطور زعما يا واجب واجب تماما تماما ان هذا الدور ديالكم مهم جدا. انا دابا كنشوف الحمد لله وهاد القضيه كنشارلها دائما تنبغي نقولها سي الله يرحمه سي احمد السهوم ملي كيجيو شي شاب ملي وقعت القضيه الجيجيلاله مع الملحون ومشاو للملحنيه القدام كيتشكاو له سيدي هذا غيفسدوا لنا الشغال والطرقه وكذا شي وكيشوف فيهم عنده واحد البعد ديال الاستاذ ويقول لهم التراث حتى كنقول صافي مشى وكيصيفط الله شي طويرات من الجنه تيحيوه وانتم هما طويرات الجنه الحمد لله الشباب ودائما غتلقى داك الصراع بين الاجيال وبين كذا تماما حنا اللي تيهمنا هي ديك الهويه المغربيه تتبقى خصوصا اننا في واحد دابا في واحد الوقت اللي هي الحمد لله المغرب متطور من جميع النواحي اللي البلاد اللي غتمشي لها غادي تقول المغرب يقول لك المغرب القفطان المغرب الفن ديالو يعني الثقافه اللي هو متطور ومنفتح واحد القضيه اللي لاحظتي في هذا رمضان ولا قبل من رمضان واحد المده سيدنا الله ينصرو شوف حنا كنجاوبوا بالعمل بنا مساجد في افريقيا بالمعمار المغربي بالزخرفه المغربيه بالادانه المغربيه المربعه حتى كان حسن الثاني في واحد الوقت هدا في الستينات هدا سقايا بالجليج البلدي للامم المتحده ملي كتدخل لباهو الامم المتحده كتلقاها وهي بالجليج البلدي بدايه الستينات مازال شي اخوان ما خداوش كاع ما كاينينش كاع في الوجود بزاف ما خداوش الاستقلال الان وهداها الاتحاد الافريقي وتاريخ تبارك ودابا هداها الاتحاد الاوروبي البصمه ديال المغرب موجوده وكاينه اللي جات هذه من المملكه المغربيه تماما قول لها العمل ولهذا نتوما العمل اللي يجي يقول لك لا الحضره خصها تبقى هكا قول له واش خلقتي هي اصلا هكا تماما نهار الاول واش خلقتها دائما خاص تطور الاله الاندلسيه هي الاندلس
على المغربية راه في الشعر ديالها تيقول لك في الشعر كيف كاش كانت في الاول ما كانش فيها الكمال. كان الكمال باقي ما صنعش كاع الدنيا. كانت الرباب والعود ربايب وعود والرباب ماشي غير هذاك دابا اللي بقى هذاك اللي معروف ديال الموسيقى الاندلسيه راه عنده هو اون فامي. كان شي واحد كيصلح شي الات جمعوا من المغرب كامل لقى رباب على شكل تشيلو رباب كبير. هو عائلة من صغير وتطلع بقى حافظوا على هذاك. وحيت ملي جات الكمال قالوا الكمال أيه. جاء صح. الكمال جاء أيه. الموسيقى كمل الموسيقى كمل الموسيقى نعم. ما كانوا اذا كاين تطور والدنيا هي هذه بطبيعه الحال. وتراثنا الى ما تراثنا تراث حي ديما كيتطور الحمد لله. متجدد صح لكل زمان متجدد تماما. وهادشي اللي كديروا راكم جورين عليه. انا نقول بعد هذا اجتهاد يكون مجتهد له اجران ان اصاب وان لم يصب فلا اجر الاجتهاد. لا انتم الحمد لله لنا اجران. هي عاد دخلت ماشي ذاك الالات اللي يكونوا كيتواجدوا مثلا في الاندلسي بالعكس هو الفرق ما بين الحضريه ان دخلت فيها الموسيقى الروحيه في نفس الوقت دخلت الالات اللي هي تتطابق مع الحضره بحال كنقولوا دابا حتى في الايقاع كاين بحال هاد الدفوف اللي كنشوفوهم الطريقه ديال الدفوف ماشي ذاك الدف اللي كيكون مثلا الخرشه اللي مفعيسه ولا اللي تيحاول تحافظ على الدفوف تماما. وهذا فيه سيزون شوف احسن ما فيش ذاك الخيط ما فيش الخيط حيت هاد القضيه هذه في الطريقه العيساويه حتى داك بوجناز وداك الشيء عاد جات هو من بعد هذاك حتى بداو كيخرجوا ويديروا كذا. من في الاول كان واحد الدف كيسميوه التفريده وما عندوش الخيط. علاش؟ حيت الدف اللي عنده الخيط كيدير دز ايوا كيدير الاخر تيعطينا الدومه الدز ديال الاخر لا تيعطينا الدومه هي داك النمط تماما هذاك الاغنيه هذاك. حتى انا كنت كنسال دائما علاش ما فيش الاخر بحال ديال الاطلس عطيتها هو النغمه ديالهم صح النغمه ديال الرقص ولكن هذا روحاني تيقيس في القلب تماما. شو سبحان الله المغاربه ما شاء الله كل حاجه غنديروا هذه شغاله غنديروا هذه شغاله تليق بالمناخ ديال داك المدينه او داك الفن مثلا على حسب داك الفن. هذا الجلد مزيان دم سمعي دم سمعي احسن شتي كتضرب معاها شو كي كتبقى وعندو حتى المساوية هنايا والمساوية كاين اللي كيكونش عندهم المساوية هنايا هذا باش حيت دابا باش تبقى تسخان وداك الشيء ياك ما بقاش قاتلي قاتلي الا التقديمه صاحبي هو الاصل بحال شكل التعريجه وبحال الشيء ديال هذا نفس الشيء. لا انا عجبني الجلد حيت دابا داك البلاستيك واخا لا البلاستيك لا ما كيلقيش نهائيا طبيعي. الحلقه اللي دازت درت مع عادل الشرفي على الناي هضر على الناي وكيفاش الناي جاي من الطبيعه وكيفاش كصوت فيه من الروح نعم. وكيفاش كيتجاوب وكيفاش كذا كذلك الجد حيت لا ناتور الطبيعة تماما ياك لها ولكن الحضرة زعما انا الحضرة شي كلمة قوية غير الكلمة كتمثل لك الحضور فانت كتعمل الحضور راه الانسان اللي كيحضر لنا مثلا في الحفل حنا انا هذه دائما كنلاحظها مجرد ما كيتحل داك الستار او داك الريدو الناس كتبقى داك كتسمع ديك واو علاش كينبهروا باللباس الطريقه ديال الجلسه ديالنا وعاد هالا دخلت طريقه في التوزيع في الغناء كتلقى مثلا بحال الاندلسي كنشوفوا البغيه التوشيه عاد الغناء هي لا كندخلوا حتى هي واحد شويه البغيه تماما كيولي ديك الطريقه ديال الحضره هي اللي غتقول لك مثلا المشكل ديال الايقاع وهذا وعاد كيولي داك الغناء بينهما موال تقاسيم كذا واحد السلاسه بواحد الطريقه كل شيء راه قال واو مرحبا مرحبا يا عاشقين في رسول
الأنامل زدوا محبة في الرسول بدري تمامي صلوا على محمد زيدوا سلامي وصلوا على محمد.
سلام يا سلام، الله يعطيكم الصحة، الله يحفظكم، ما شاء الله. أيوة والله إلا افتخار، والله إلا تنفتخر أنا بعدا وكل المستمعين والمشاهدين ديالنا وغالبا لأن هادشي الحقيقة مستوى راقي، واحد الرقي كتحس براسك طلعتي الفوق. وهادشي خاصك منين كتكون مجموعة كاملة ومكتملة في الإيقاعات وكتسمع كل الميزان وكتسمع واحد اللحظة الميزان كيهبط عاوتاني تطلع. حتى هاد المسائل هادي تنخدموا عليها أن المستمع باش يسمع معاك الكلام من الحضرة عامرة إيقاعات. في بعض الوقتات كنزلوا الميزان كيبقى يتلعب شوية غير النقرات بشوية وكيبان القانون تتبان الفيولون كيبان العود باش الناس كتستمع الكلام وكتسمع حتى النغمة. وعلاش قبيلة قالت يسرى احنا بدينا بتوزيع جديد؟ والصراحة انا كان دائما عندي ملاحظة على الحضرة الشفشاونية وفاش كيكون لشان بطريقة عفوية يمكن احيانا ما كيكون شي مقنن في المقام الصحيح ديالو، صحيح. لان كنغنيو بواحد الطريقه عفويه بحال مثلا كناخذوا المقام مثلا غنغنيو العجم ما غنحطوش داك الضو ديالو غنغنيوه في شي نوطه واحده اخرى لي. فبالتالي كانوا الالات واحد الاضافه لازمه خاصها تكون باش كتقنن تماما. وحتى لو شون الناس اللي كيغنيو معنا والبنات تبارك الله اللي تيأديو كلهم كتحس بالتوحيد تماما. تتوحد لافوا وكتوحد الجواب في نفس الوقت. كما سمعتي دخلنا الجواب ديال الموسيقى في الحضره حيت ما كانش الحضره النغمه ديال غزاله فيها نغم يعني نغمه كتشدك ولكن ملي كيكون غير لو شون ما كتعطيكش. المستمع راه هذه حاجه طبيعيه ما تقدرش تسمع جوج ساعات اولا ساعه ونص غير ديال الغناء والميزان راه كتعي الودن كتعي. والموسيقى الموسيقى مصاحبه تماما وكما شرتي لها من ناحيه ديال الضبط ديال لا غام ولا نوت الا ما كانش الوصلة ما غادي ما كتضبطش كتسرح تماما ولا بدات تديك شي حاجه تماما. دابا مثلا في الطرق الصوفيه كلهم في عيساوة عندهم الغيطه ولكن الغيطه براسها الغيطه ما كيساويوش ما كيكونوا هما بجوج ولا ثلاثه ما كيكونوش قادين. فدائما كتلقى داك اللي كيذكر ولا شي حاجه تيخصو في مخه خصو يكون تماما مساوى واحد العمليه كنديرها والنوطه ويبدا والليله كامله ما يمكن. احمد شا داروا القنبري داروا القنبري باش تضبطوها بصح راه كاينه الحكمه فعلا طبيعه الحال حيت لو ترى غادي تضبطك ما يمكنش طبيعه الحال. ودابا هاد التجارب اللي طالعه زعما شفت انا مروان حجي الجاز جاب سيكسيون كويفر وكمان والله فكره غزاله الله يعطيه الصحه وخلى عيسى وكاينين هذاك الاخر الشهب حتى هو دار شي حاجه زوينه مديدي وهادشي بغينا نشوفوا الفرقه تيكون في هاد وخصوصا برز العنصر النسوي وخصوصا لان تبارك الله المجال لا انا كنعرف الحضره الشفشاونيه كيديروها العيالات ياك هي خلق من زمان كانوا الفقيرات ولا العيالات الشريفات وكذا في الهيف دارهم كيديروهم تماما ويفوجوا على راسهم الرجال راهم كيديروا داك الشيء السماء وكذا ولكن العيالات هما الحمد لله احنا خرجنا بهذا لا دابا راه تطور كبير ماشي لان لا حيت هذا راجع للعلم تماما تقريتي ما هو اكاديمي غادي واك ما هو تراثي احنا راه مقبلين هذا الشهر تنظن على انه من 18 افريل حتى 18 شهر التراث ونهار 7 ماي كان اليوم الوطني للموسيقى هذا كان 7 ماي لا كان 21 جوان هذاك عيد الموسيقى هذاك عيد الموسيقى ماشي اليوم العالمي اليوم العالمي اليوم العالمي في اكتوبر ديال اليونسكو احنا اليوم الوطني هو 7 ماي كنداروا الحسن الثاني رحمه الله هو اللي كنداروا
اليوم الوطني للموسيقى في المغرب هو 7 مي وغيجي في وسط هذا الشهر ديال التراث. نفكروا سنتاخروا اكيد اكيد وفي شهر التراث والموسيقى والتراث وكذا وخصوصا انها لا ما شاء الله ما بقاش مقتصره واخا اي نعم هي الفن مدينه شفشاون ولكن ما بقاش مقتصره غير على شفشاون انه يعني دابا هي دابا انت مقيمه في الرباط. انا حاليا كندرس هنا في الرباط. شنو كتدرس؟ كندرس علوم الاعلام. علوم الاعلام علوم الاعلام هي داك المدرسه اللي كاينه في العير فهي لا تابعه لونيفرسيتي دارت شي معهد ولا شي هي تبع لونيفرسيتي جامعه محمد الخامس هنا في الرباط. وكما قالت يسرى زعما انا بالعاني بغيت ندخل حيت كما كتعرف انا حاليا في الرباط وفي الشاون زعما كاين بنات اللي هما تيعرفوا الحضراوي ولكن كانت الفكره هي ان الناس اخرين من خارج الشاون تماما ما تبقاش الحضره محصوره غير في الشاون. الشاون هي سميتها الحضره الشاونيه ولكن ماشي بالضروره غير الشاونيه. اكبر دليل هو على ان يسرى كنكون دار يعني في الشاون وهي كتصيفط لي اوديو كتغني الحضره يعني قدرت ماثر على الاقل في واحد الصديقه ليا بعيده العازفه اللي معنا حتى هي مدينه القنيطره احسان كذلك احسان من سالا كنا ليها الشوكه حتى هي اش. ولكن انتي النهار الاول ما كنتيش كدير هذا الايقاع هذا؟ لا تنقرسي الايقاع كله بديت بدربوكا اول حاجه 2015 ومن مورا قريت الايقاع صافي وبقيت في الكونسرفاتوار وبقيت من موراها على حسب كل فرقه وشنو كيكون عندها صافي ولقيت بصي راحتك راحتي وبصحه الحنه الله يعطيك الصحه جيت نسلم عليها ويا دير ليها الكوع شحال من ما كتسلمش قالت لي لا على كاين الناس اللي ما كيبغوش الحنه اللي ما بغاش الحنه كاع بالعكس الحنه التقاليد ديالنا خير اصلا علاش دايره راه دايره على ايام المباركه اللي 27 والعيد تقاليد زوينه معلوم الحنه شي حاجه راقيه شي حاجه هذه من مسائل التراث اطار التراث كاين شي حوايج ما نتخلاوش عليهم. الحنه راه الزخرفه الزيتون كاين الزخرفه ديال الامازون هي انت فينا شوف راه بلادنا راه زوينه بلادنا راه زوينه كاين شي لعبه هذا كاين ما كيعجبنيش انا داك اللي كيديروا داك الحنه الهنديه ولا التطور داكشي الخليجي عندنا دي موتيف ديال المغاربه واحد انا كنعقل كانوا الخياطات اللي كيديروا طرز الغرزة هما اللي كيكونوا حنايات صح وهذوك لي موتيف ديال طرز الغرزة هما كيديروا في اليد حيت هما اللي كيعرفوا الزواقة من داك الزواقة اللي كترسم في الدرر ديال السينية او في الخبز او في هذيك الجلابه كديرها بالقبه من هنا كماشيه مثلا وهذيك الزواقه ديال طرز الغرزة بحلاوتها يعني داك الشيء وكانوا كيحنيو بالمرود ديال الكحول باش طلعتي كتبقى باش طلع داك الخيط رقي ومن بعد جات الشوكه من بعد سهل هذا الشيء ولكن كنقول قبل التاريخ معلوم دائما والمرود باش مصوب المرود ديال القرن كانت المشطر القرن الله يرحم شي ناس والريشات ديال القرن والريشات هذه الصدعات معلوم الصدعات العود القرن العود كل شيء طبيعي سبحان الله الحاجه اللي طبيعيه ديما كتكون عندها قيمه وعندها اثر وحتى الانسان ملي كيتعامل دابا هذاك المرود ديال القرن واخا ديروا المراه في عينيها ما يضرش ماشي غير دير واحد ديال البلاستيك ولا كذا ما فيه الاصل كيبقى اصل. ودابا لا فورماسيون ديال الجلسه كي كديروا باقيين هذا كديروا داك البنيتات هذاك الحضره هكاك هي وداك اللباس لا داك ضروري ومؤكد خصو يكون عرفتي شحال الوقت باش كيوجدوا دائما عندنا معاناه راه هي راه كتعاني مسكينه معنا على الاقل ساعتين قبل على الاقل ساعتين باش الناس يعرفوا هذاك المنظر اللي كيعجبكم في الشوفه راه نزلوا عليه تماما وكما قالت لك على الاقل حيت بينا 11 ولا شحال بينا مثلا ورا 15 بين العازفات والمنشدات هذاك الشده تاكون هذاك الريزو الاوفوائي في السبنيه ضبحك والنواوش فرصانو
ما شاء الله. اذا هي لوحه متكامله فيها ما هو لباس والعرق الحلي وهذاك الجوهر والشعر. عاد كنوصلوا الانغام، عاد كنوصلوا الاصوات تماما. هي راه حتى القفاطن اللي عند هاله عندها عندهم تاريخ، بحال اللي كنا كنلبسوا احنا قيس وليلى تقريبا 81 80 سنة. هذا من بين القفاطن اللي عندها كنجمع كوليكسيون وكنبقى نقب الفاس القفاط طنجة والجوهر. وهو الصراحة المجموعة انفستيسمون معلوم ماشي ساهل ولكن من جا حضرة نايبرة إبرة يمشي بقلبه السامن نحاس يولي نقرا رسول الله قدام. غادي نديرو شي حاجة باش غادي نختمو إن شاء الله الحلقة الخاصة بعيد الفطر، لأنه احنا ما سخيناش ولكن غنديرو حلقة أخرى لأن باقيين باغيين نتعمقوا في الحضرة إن شاء الله. هذه خفيفة غندوقوا الناس غير شي شوية بحال دابا ندوقوهم باش نبليوهم يجوا وإن شاء الله نشوفوا عاوتاني معاك ناس من فاس وناس من مكناس. أكيد إن شاء الله. الحضرة خاصة الحضرة الشونية بعد المجموعة ديالنا من هذا المنبر مفتوحة للجميع، لكل بنت مولوعة، كل بنت عندها داك الاهتمام بالتراث عامة وخاصة يعني الحضرة الشفشاونية مرحبا بها معنا. بحال اللي انتشرت الطريقة العيساوية هي من المكناس وانتشرت في المغرب العربي وصلت. هذه هي الفكرة أن الحضرة ما خصهاش تبقى فقط إن شاء الله صورة يعني محليا، بالعكس خصها يكون عندها انتشار. قال لك هذه الحضرة سوقها عمر من جهه الدواء والحضره الشفشاونيه، يا كل من حضر سمعوها وذوقوا الحلاوه. الله الله على هذه النغمات غنقول لكم والله احنا مسخينا وشكون يرضى فراقكم مع فن الغوش جياد. بدينا وفي الحلقه الماجيه لازم نلقاوكم، تبقاو على خير. راح مشينا واللي بغانا يسال علينا في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحه الرسميه البرلمان راديو اذاعه الصراحه والمصداقيه. الحضره الشفشاونيه الله يخليكم بها نختمو. الله وانا عارف الله لا تلمدون مكان مولاتي.